كون الفارق في حياة شخص عزيز عليك، لأن في حالات توقف القلب المفاجئ كل ثانية تهمك. توقف القلب المفاجئ ممكن يصير في أي مكان، في الحوش، في العمل، أو في وقت الراحة. والمصاب ممكن يكون حتى تعرفه أو قريب منك. ولهذا السبب التدريب على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ممكن يكون الفارق بين الحياة والموت للناس اللي تحبهم. حسب الإحصائيات أن كلما تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل مبكر زادت فرصة النجاة بعد السكتة القلبية. الإنعاش القلبي الرئوي سهل التعلم والتذكر، أهم شيء هو الالتزام بالهدوء في مواجهة حالة الطوارئ خلال إجراء الضغطات القلبية. في مخاوف عديدة بخصوص إجراء الـ CPR، مثلاً أن يتم إجراءه بشكل غير صحيح أو تسبب أذى للمصاب، أو أن الشخص يخاف يدير تنفس صناعي من الفم للفم. لذلك في شيء اسمه الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط أو Hands Only CPR. عندنا ثقة أن أي حد يقدر يتعلم خطوات البسيطة لإنقاذ حياة أي شخص مصاب، وضروري كلنا نكون جاهزين. عشان هيك في خلال نشاطنا التدريبي ضمن الحملة الدولية للإنعاش الكور، ولأول مرة في ليبيا حتقوم الجمعية الليبية لطب الطوارئ تنظيم مبادرة الإنعاش القلبي اللي حتستهدف فيها أكثر من 3000 طالب وطالبة في جامعات ليبيا بكل تخصصاتها وبمختلف مدنها بتدريب الإنعاش القلبي في شهر أكتوبر، وحيكون فيها المتدرب متمكن من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل فعال، هذا بالإضافة إلى شهادة مشاركة لكل متدرب. هدفنا أن نوصل 7 مليون ضغطة قلبية. بادر، شارك، اسعف. Thank you.